بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز فابيان هوزلر المدير الفني لفريق برايتون ليس فقط الاصغر في تاريخ البريمير ليج، لا والله، ولدنا فابيان جاي يلعب كره قدم جميله مع فريق برايتون. المدرب اللي عنده 31 سنه فقط، نعم فابيان هوزلر المدرب اللي كسب مانشستر يونايتد النهارده عنده 31 سنه فقط، وعنده 31 سنه ومقتنع بالافكار اللي كان مقتنع بيها روبرتو ديزيربي، وهي الضغط اغلب الوقت والبناء من تحت، حتى لو حصل ايه، حتى لو بيضغط علينا هنطلع بالكره وهنعمل بيلد اب. معلش برايتون معروف ان هو افضل فريق بيطلع بالكره في الدوري الانجليزي، او كان معروف بكده ايام المدير الفني روبرتو ديزيربي، كان بيطلع بالكوره كويس، بس كان عندهم دايما مشاكل في ماذا بعد الخروج بالكوره. خرجنا بالكوره هنعمل ايه طيب؟ وهي دي كانت مشكله برايتون السنه اللي فاتت، بجانب طبعا الاصابات الكتير. اما فريق مانشستر يونايتد فالناس كانت متفائله وبتقول يا اخوانا السنه دي الدنيا واضح ان هي مختلفه، وبصراحه يا صديقي الدنيا السنه دي بالنسبه ليونايتد مختلفه جدا. هنرجع لبرايتون ما تقلقش، هنرجع لبرايتون عشان نتكلم على لعيب زي يانكوبا مينتا. عوده يانكوبا مينتا، يعني يانكوبا مينتا اللاعب العائد للدوري الانجليزي، اللاعب اللي المفروض ان نيوكاسل اشتريته وبعد كده اعارته وبعد كده فريق برايتون اشتراه من نيوكاسل. يانكوبا مينتا ده كان لاعب بتاع نيوكاسل، فاللاعب يعتبر ان هو رجع للدوري الانجليزي. نعم ما لعبش قبل كده مع فريق نيوكاسل، بس قدروا ان هم يعملوا منه لعيب كويس ويودوه لفريق هولندي، وبعد كده رجع تاني على فريق برايتون. والراجل بصراحه عمل ماتش رايق النهارده، يانكوبا مينتا عمل ماتش رايق على لعيب زي دالوت. الناحيه الثانيه مزراوي، الله اكبر عليه، كارو ميتوما مش كارو ميتوما، احنا هندافع وهنعمل واجبات دفاعيه بشكل كويس، مش كده وبس، لا والله، ده احنا هنعمل لك اسيست كمان. دلوقتي برايتون كان عنده مشكله السنه اللي فاتت في موضوع التهديف، كان عنده مشكله في موضوع الاصابات. السنه دي الوضع واضح ان هو هيكون افضل من السنه اللي فاتت، خصوصا بعد ما الفريق ما استعاد لعيب زي كارو ميتوما من الاصابات الطويله. وانت